ينضم إلينا الآن الباحث في الشأن العراقي علي فضل الله. أستاذ فضل الله، أهلا بك. أربيل تؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية هو مسيس، والدليل هم هو أن توقيت هذا القرار جاء مع تصاعد أزمة الأغلبية. كيف تقرأ هذا الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة. بعيدا عن الجغرافيا العراقية وبعيدا عن القضاء العراقي، دعني أذكر حضرتك وكل المشاهدين أنه وزارة النفط قبل قرابة 7 أعوام ذهبت إلى القضاء الأمريكي في موضوع بيع النفط العراقي عبر إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمت شكوى لدى ولاية تكساس في مقاطعة غالفستون على ما أتذكر، وحصلت وزارة النفط وقتها على قرار يقضي بعدم دستورية وشرعية إقليم كردستان ببيع النفط العراقي إلا من خلال الحكومة الاتحادية، واستؤنف هذا القرار لدى الدائرة الخامسة في ولاية تكساس، وأيضا رد هذا الاستئناف ولم يقبل من قبل المحاكم الأمريكية. لذلك أن يأتي القرار أو يأتي التصريح من قبل إقليم كردستان بأن قرارات المحكمة الاتحادية كانت مسيسة، أنا أعتقد هذا طعن بسلطة اتحادية، خصوصا وأنه الجانب الكردي تحديدا الديمقراطي رحب بقرارات المحكمة الاتحادية التي صادقت على النتائج الانتخابية التي طعن بها من قبل قوى الإطار التنسيقي. وقتها الإطار التنسيقي لم يقل أن قرار المحكمة الاتحادية مسيس، مع العلم أنه هذا القرار أضر حقيقة، أضر بمصالح الإطار التنسيقي، وكذلك الجلسة الأولى لكن لماذا التي طعن بها من قبل النائب باسم خشان رحب بها من قبل. طيب لماذا الآن؟ يعني نعم. قرار المحكمة هو استند إلى دعوتين، الأولى بعام 2012 والثانية بالعام 2019، وإحنا الآن بال 2022، لماذا الآن بهذا التوقيت؟ سيد القضاء لا ينظر للتوقيتات، القضاء لديه أدلة، متى ما استوفت الأدلة يحكم بال ويعطي القرارات، وبالتالي من المفترض أن ننظر لروح القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية. لو عدنا للدستور العراقي، وللأسف وكأنه الديمقراطي هو الوحيد في العراق حزب يعني بمشاعر العراقيين ومصالح العراقيين، وباقي الأحزاب لا تعني بمصالح العراق. والمشكلة الغريبة أنه الوحيد من الأحزاب الكردية اللي اعترض على قرار المحكمة الاتحادية وسماه بالقرار المسيس هو الديمقراطي، ولو عدنا للجيل الجديد والاتحاد وباقي القوى الكردية رحبت حقيقة بهذا القرار، وقالت بالنص نحن لا نعلم أن النفط في الإقليم يباع ويشترى، ولا نعرف عن هذا النفط وماذا يتحصل من أموال. لذلك أنا برأيي قرار المحكمة الاتحادية قرار صائب. طيب بعيدا عن النوايا، نحن لا يعني ننظر إلى النوايا، ننظر إلى صحة القرار اللي صدر. طيب وقرار نافذ وبات. أستاذ فضل، يعني هل تتوقع ذهاب مثلا قوى الإطار إلى تقديم دعوة جديدة للضغط على أربيل وحلفائها في فريق الأغلبية؟ يعني دعوة ضد جباري مثل ما قلت وإخراجه من سباق الرئاسة، والآن القرار الأخير ضد قانون النفط والغاز. يعني مجموع هذه القرارات بالمناسبة، يعني احنا اذا نؤمن اكو نظام ديمقراطي فقطعا من المفترض ان نؤمن وتكون لدينا روح رياضيه سياسيه بنفس الوقت. يعني السلطه القضائيه سلطه مستقله، من المفترض ان لا تتاثر بالسلطه التنفيذيه والتشريعيه، وهذا ما جرت عليه العاده. ودليل ذلك انا قلت لك كانت الاغلبيه الاحزاب السياسيه ترحب بقرارات المحكمه الاتحاديه السابقه، لكن اليوم عندما تتعارض هذه القرارات مع مصالح بعض الاحزاب، للاسف نسبة نسمع بأن هنالك تشكيك بحيادية واستقلالية القضاء، وهذه حقيقة نقطة خطيرة قد تعصف في النظام الديمقراطي. الأدهى من ذلك عندما نسمع أنه المسؤول الكردي وتحديدا مسؤولي إقليم كردستان في أربيل يقول لن نلتزم بقرار المحكمة. بس أستاذ علي، يعني أنا سألتك على قوى الإطار، والانقلاب على القرار النظام الديمقراطي. أستاذ فضل الله، قوى الإطار نعم أعود لك، نعم قوى الإطار، نعم نعم أنا جايك بالكلام. طيب قوى الإطار السياسي إذا كان لديها أوراق فمن حقها أن تقدم هذه الأوراق وفق مباني قانونية ودستورية. ستقل للتوقيتات طبعا هي صراع، وللأسف من انتهك حرمة الأعراف السياسية هو التحالف الثلاثي. اليوم التحالف الثلاثي ينادي بحكومة أغلبية ويريد أن يقصي حقيقة الغالبية السياسية الشيعية. لذلك من حق الإطار أن يدافع عن نفسه، لكن الدفاع قانوني ودستوري، يعني يجب
أن نحترم المباني القانونية والدستورية في مرحلة الدفاع، وإلا النظام الديمقراطي من المفترض مرتكزه هو النظام القضائي. النظام القضائي هو بالأخير من يحمي النظام الديمقراطي، وهذا ما بينت حقيقة مواد المحكمة الاتحادية، خصوصا المادة 93 و94 اللي حددت صلاحية المحكمة الاتحادية. أستاذ علي، يعني إذا كان الاختصام لدى القضاء فعلى الفرقاء أن يسلموا لسلطة القضاء. نعم. وأن يحترموا ما يصدر. خليني أسألك سؤال أخير مهم كباحث بالشأن العراقي، يعني دوامة الصراع السياسي بالعراق متى تنتهي؟ نعم. هناك من يتحدث عن ألغام سياسية رح تنفجر قريبا من هذا الطرف أو ذاك، شو وقت رح تنتهي هذه الأمور؟ أنا برأيي حقيقة كمراقب وكمشاهد ومتابع للمشهد السياسي العراقي وقارئ أيضا للنظم السياسية الديمقراطية، النظم السياسية تحتاج إلى نضج وتكامل. برأيي حالة الاختلاف حالة إيجابية. الآن مجموع الأخطاء المتراكمة للدورات البرلمانية السابقة، برأيي حالة الاختلاف والتقاطع، لأن جنابك يعلم أنه كان هنالك اتفاق كلي من عموم الأحزاب السياسية على القبول بحالة الخطأ، وهنالك غش وتدليس برأيي كان المتضرر منها المواطن. اليوم حالة الاختلاف بين الفرقاء السياسيين سوف تنتج لنا نظاما ديمقراطيا حقيقيا، وسوف تظهر وتطفو على السطح كل الأخطاء السابقة على مستوى تطبيق الدستور والقوانين العراقية. لذلك اليوم الإرادة السياسية تطمح بأن تكون متصالحة مع الشارع العراقي، وبرأيي حالة الاختلاف هذه سوف يستفاد منها المواطن العراقي، وننضج النظام الديمقراطي، وسوف يتعافى مع مرور الوقت بهذه الشاشة. في بث مباشر كان معنا الباحث بشأن العراقي علي فضل الله، شكرا جزيلا. Thank you.